سؤالي الأولاني، ما شاء الله أمسك الخشب 37 سنة تقدر تحافظ على نفسك في الملاعب لأطول وقت، قول لي الروشيتا عبارة عن إيه؟ والله اولا يا دكتور، يعني زي ما حضرتك قلت، يعني الروشيتا بالنسبه لي كانت حب للكوره. يعني انا ما كنتش عارف ان الكوره هتديني، يعني انا ما لعبت الكوره، ما لعبتهاش عشان هي هتديني. فالحمد لله ربنا وفقني في كل الانديه اللي رحت فيها، طبعا بدايه من الناشئين لحد الدرجه الثالثه. يعني زي ما حضرتك قلت، انا واخد السلمه من تحت، يعني بالترتيب كده، ناشئين درجه ثالثه، ممتاز به، ممتاز. ف درجة ثالثة كنا في الضبعة كنت في الضبعه عند حبايبنا طبعا هنا. طبعا. فطبعا يعني حفاظا على نفسي، ان انا حبيت الكوره جدا الحمد لله، فربنا اكرمني والكوره اديتني طبعا.